نبذ قصير نب سيد الإنس والجان صلى الله عليه وسلم. نبدأ قصيدنا بسيد الإنس والجان يلي حدث له الحوادث وصارت له الركبان نبي نشا ما بين زمزم وصفا فصارت له الركبان صلى الله عليه وسلم. شرح الإله الصدر منك لأربع ورأى الملائكة حولك الإخوان ومررت في دير بسبع فانحنى مشتاقون إلى زلال منهله الشريف أكثروا من الصلاة والسلام عليه فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه صلي يا